مساء الخير لكل مشاهدينا، اهلا بكم معانا وحلقه جديده وهنا ماسبيرو. هكون مع حضراتكم من خلال الجزء الاول من الحلقه واهم واخر الاخبار. اول خبر معانا هو بيان صادر عن وزاره الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه. الواضح طبعا ان العمل فيها على قدم وساق، شايفين مشاريع كتير، شايفين بنيان، شايفين عمران، كل دي يمكن يعني حاجات او بنيان يليق بمصر والنهضه طبعا العمرانيه اللي احنا شايفينها في مصر. الخبر بيقول وزير الاسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بمحافظة القاهرة. الدكتور عاصم الجزار بيقول مشروع به 1924 وحدة سكنية ومول تجاري إداري ترفيهي يضم مطاعم وسينمات وأنشطة مختلفة ومسرحا رئيسيا مكشوفا. في الحقيقة منطقة سور مجرى العيون دي كانت حلم، والموضوع يمكن أخذ سنوات عديدة، ولكن الدولة واخدة بالها وكل يعني مرحلة تاخد وقتها عشان بعد كده يكون خلاص ده الشكل اللائق اللي مش هنقرب له بقى مرة تانية خلاص، ويكون هو ده خلاص الشكل الأخير. أشار الوزير إلى أن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التي تم ويجري تنفيذها تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، وذلك تزامنا مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سواء من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة أو بتطوير العمران القائم. وطبعا احنا بنقول كمان، او سياده الوزير كان بيقول، ان بيشمل المشروع تنفيذ 79 عماره بارتفاعات مختلفه تضم 1924 وحده سكنيه و18 وحده تجاريه بالدور الارضي ببعض العمارات، وتم الانتهاء من اعمال الهيكل الخرساني وتشطيب الواجهات ل77 عماره، وجاري تنفيذ عمارتين والتشطيبات الداخليه، وده طبعا ظاهر كمان قدامنا في الفيديو. بيشمل المشروع تنفيذ مول تجاري اداري ترفيهي، وده برضو حاليا يعني بيجري تنفيذ اعمال التشطيبات فيه. في الحقيقه دي كلها اعمال طبعا يعني رائعه، وبتهدف زي ما قلت لتغيير الشكل العمراني والحضاري اللي فعلا يليق بمصر. كمان مش بس كده، لكن في تبع وزاره الاسكان تنفيذ 1336 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ومستشفى 175 سرير بمدينة قنا الجديدة. عشان اتعرف اكتر على المشروعات دي معايا على الهاتف مهندس مصطفى السعيد رئيس مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا. باشمهندس مصطفى مساء الخير. اهلا، مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. ولو احنا بنتكلم على طبعا مشروعات يعني ممتازه تابعه لوزاره الاسكان والمجتمعات العمرانيه الجديده، وفي الحقيقه مش بس هقول في القاهره، دي شامله لكل المحافظات. والرائع كمان ان طبعا اكيد لو بنتكلم على مسكن او مأوى ده يعني اول مطلب لاي انسان، مش هقول لاي مصري، وفي الحقيقه ده اللي وزاره الاسكان دلوقتي بتحاول ان هي تحققه. فحضرتك تكلمنا على المبادره والمشروعات الجديده في محافظه قنا. محافظة قنا بصراحة من المحافظات المحظوظة انه المحافظة فيها اثنين مدينة جديدة، مدينة شرق قنا ومدينة غرب قنا، والاثنين شغالين بقوة حاليا فيهم. طبعا مدينة شرق قنا هي المدينة اللي بدأت الأول بقرار 197 سنة 2000 ومساحتها 24280 فدان. مدينة غرب هنا قرار 168 لسنة 2017 لمساحة 8971 فدان، ودي من المدن الجيل الرابع، مدن ذكية، والمرحلة الأولى بتاعتها 1400 فدان، وشغالة طبعا طبقا لتصريح معالي دكتور وزير الإسكان. بالنسبة لمحور الإسكان، احنا في مدينة شرق هنا في حوالي 6800 وحدة سكنية، منهم 6000 وحدة سكنية تسلمت إسكان اجتماعي، وجاري تنفيذ حاليا 1236 وحده سكن لكل المصريين طبقا لمبادره السيد الرئيس. ودول حاليا احنا في المراحل الاخيره في التشطيبات، وطرحنا اللاند سكيب بتاعهم عشان هنسلم للمواطنين شامل كله ان شاء الله باللاند سكيب بتاعهم. هل حضرتك في شروط معينه لطلب انها يعني ان محدودي الدخل ياخدوا وحدات من دي؟ ايه الشروط وايه الضوابط اللي انتوا حاطينها عشان نقول الحق ده يروح لمستحقيه؟ لان حضرتك عارف ان احيانا بيحصل يعني ان يبقى في حد قادر ان هو يجيب شقه اغلى من كده، ولكن هو بيطمع في الشقق الخاصه لمحدودي الدخل التابعه للدوله. لا ده كمان، وانه كمان في الفتره الاخيره دخلت ضمن مبادره التمويل العقاري. أيوة. يعني الدوله مدعمه الوحدات السكنيه دي بشكل قوي جدا، لان طبعا زي ما عرف حضرتك انها لمحدود الدخل، وصندوق التمويل العقاري هو اللي بيشرف على توزيع الوحدات السكنيه،
والاجراءات بتاعتها بمنتهى البساطه، وعاملين موقع الكتروني لاي تظلمات اي استفسارات عن الوحدات السكنيه دي. طبعا انت عارف حضرتك دي معظمها للشباب من 20 سنه لغايه 50 سنه، ما فيش مشكله فيها. بتترتب على الدخل بتاعه طبعا، دخل المواطن والاسره والمتزوج كله، ده محدود الدخل. بيبقى حضرتك في حظر للبيع لفتره زمنيه معينه لغايه ما يسدد قيمتها؟ 7 سنين مع حظر للبيع، لانه عشان يستفيد بها المواطن معمول حظر للبيع 7 سنين. ايوه. ممنوع البيع في الوحدات السكنيه دي. ايوه. بنقول كمان عشان تبقى الموضوع متكامل، يبقى مش سكن فقط، كمان في خدمات طبيه كمان، دي في غايه الاهميه. طبعا حضرتك احنا التعليمات الوزاره انه والرئاسه كامل على مستوى الدوله بالكامل، الوحدات السكنيه دي تبقى سكن يستحق انه يبقى دمي. بمعنى انه معمول لاند سكيب على اعلى مستوى، كل منطقه سكنيه من المناطق السكنيه دي موجود فيها جميع الخدمات بتاعتها، من محلات تجاريه، وحدات صحيه، ملاعب، مخبز، حضانه، مدرسه، كل الوحدات، كل الانشطه الخدميه موجوده في كل المناطق السكنيه ومنراعي بعد المسافه بين الوحدات السكنيه وكل الانشطه اللي موجوده دي. شرط احنا ممكن نعمل لو كمان منطقه سكنيه كبيره نعمل اكثر من مكان خدمي في نفس المكان. أيوة. طبعا الطرق، الاناره، كله معمول حسابه في الوحدات السكنيه دي، وبنسلمها كامله المرافق والتشطيب. طب حضرتك بالنسبه للصيانه او تغيير النشاط الخاص بوحده سكنيه، ده بيبقى فيه ضوابط للقصه دي؟ يعني ما ينفعش ان انا اغير شكل مثلا واجهه، اغير كده يعني؟ بتبقى فيه شركات معينه انتوا بتحطوها بعد كده عشان تبقى هي عمليه الصيانه دي تابعه ليها؟ كل الوحدات السكنيه لاسكان كل المصريين والاسكان الاجتماعي كله، سكن مصر وجنه وكله، طبعا ليه شركات صيانه خاصه بيه. ممنوع منعا باتا تحويل الانشطه من سكني لتجاري لاي سبب من الاسباب، ممنوع تماما، لانه الدوله مقفره كل الخدمات، فما فيش داعي انا احول نشاط سكني يستحقه محدود دخل او متوسط الدخل بالنسبه للوحدات السكنيه للقطاعات المختلفه الثانيه، احوله نشاط تجاري او نشاط اداري. أيوة. فاحنا مجهزين في كل مكان اللي هيحتاجه المواطن تماما يعني. إن شاء الله يا رب دايما بالتوفيق. الواضح إن هي مشروعات منظمة ومفروض يعني محطوط البلان بتاعها، وفي خطة زمنية للتسليم وللصيانة بعد كده، وهو ده المفروض. وإن شاء الله يا رب دايما بالتوفيق. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مهندس مصطفى السعيد، رئيس مجلس رئيس مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا. ده كان أول خبر معانا. أكيد كلنا تابعنا بالأمس لفتة إنسانية جميلة لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الإنسان. امبارح كان في جولة لسيادة الرئيس لافتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية بأبو رواش، وطبعا شفنا السيدة اللي استطاعت إن هي تتكلم مع سيادة الرئيس وما كانتش مصدقة نفسها، ولكنها اتكلمت والرئيس طبعا استمع لها. ومش بس كده، دي كانت أول يعني فقرة سيادة الرئيس وعدها إن هو هينفذ لها اللي طلبته، وده مطلب يعني مشروع لأي مصري. وعلى الفور زار وفد من التحالف الوطني السيدة في منزلها، ووفروا لها بعض الأجهزة الكهربائية، وكمان وظيفة لأحد أبنائها، ومعاش شهري طبعا من خاص بمؤسسة حياة كريمة. يعني في الحقيقة نقدر نقول فعلا أن الدنيا لسه بخير، ومصر فيها خير كتير قوي، ولكن ما عايزين كده شوية صبر وشوية إيمان بال العمران اللي حوالينا اللي احنا شايفينه والمجهودات اللي الدولة بتبذلها. نطلع مع حضراتكم نشوف الفيديو، ولسه مستمرين مع حضراتكم في باقي أخبارنا. رجعنا مرة تانية مع كل مشاهدينا. وفي الحقيقة الدولة بتولي اهتمام كبير جدا بكتير من المجالات وكتير من الملفات، طبعا من أهمها ملف الصحة وملف التعليم. ملف التعليم بكافة مستوياته، لو بنتكلم على التعليم الأساسي أو التعليم الجامعي، وأصبح في جامعات كتير، جامعات لها فروع في الخارج، ومش بس كده، في جامعات أهلية. يعني المجالات اتفتحت، بقى في تخصصات أكتر من اللي كانت يمكن زمان، ما كانش فيه غير تخصصات محدودة. ولكن طبعا العالم كله دلوقتي أصبح فيه تخصصات يمكن يعني
مختصة أكتر، فعشان كده كان لازم أن احنا نواكب الكلام ده في جامعتنا. الخبر بيقول وزير التعليم العالي يتفقد المنشآت الجديدة بجامعتي جنوب الوادي الحكومية والأهلية. دكتور أيمن عاشور يؤكد على أهمية الالتزام بجودة التنفيذ والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة بالجامعتين، وكمان رئيس جامعة جنوب الوادي بيؤكد على تقديم الجامعتين الحكومية والأهلية برامج متميزة وخدمات تعليمية وتدريبية متكاملة لتأهيل الخريجين للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية. عشان نتعرف أكتر على الخبر ده، معي على الهاتف الكاتبة الصحفية الأستاذة نيفين شحاتة، نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذة نيفين مساء الخير. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. اهلا بحضرتك، ودايما كده في بنسمع اخبار ايجابيه وتطوير في منظومه التعليم، سواء التعليم الاساسي او التعليم الجامعي، ومنها كميه الجامعات الرائعه اللي منها بنقول حكوميه ومنها اهليه بتواكب كل التخصصات اللي العالم دلوقتي خلاص اصبح محتاجها. هي طبعا في البدايه الحقيقه هي الجامعات الاهليه هي جامعات حكوميه، ولكنها بمصروفات طبعا مصروفات اقل من تكلفة تعليم الطالب في هذه الجامعة. أيوة. ولكن الدولة بتدعمها بشكل كبير. زي ما حضرتك تفضلتي في المقدمة، وبالفعل النهاردة وزير التعليم العالي تفقد عدد من منشآت جامعة جنوب الوادي الأهلية، ودي البلد تكلفتها حوالي 3,300,000,000 جنيه على مساحة حوالي 415 شبان. كمان سيادة الوزير يعني تفقد عدد من المنشآت جامعة جنوب الوادي الحكومية. طبعا الجامعات الأهلية هي عددها 12 جامعة أهلية تبع الجامعة، وطبعا ده كانت مفاجأة العام الدراسي هذا العام، لأن طبعا افتتاح كم هذه الجامعات دفعة واحدة يعني دي بتدي انطباع عن أن مستوى التعليم العالي عندنا في مصر هنا مستوى متقدم جدا، خاصة طبعا بعد ارتفاع مؤشر التصنيفات سواء على مستوى الباحثين او على مستوى الجامعات الحكوميه على مستوى جمهوريه مصر العربيه كلها. فطبعا دي حاجه يعني مبشره وجميله جدا، خاصه ان هذه الجامعات بتقدم تخصصات بتواكب سوق العمل، يعني فيها كليات طب وفيها كليات هندسه وفيها اسنان وفيها اعلام وفيها كل التخصصات، لكن بالمفهوم الجديد للتعامل مع هذه الامور، يعني مفهوم مثلا اداره المنشات الطبيه او المؤسسات الطبيه، الرعايه الصحيه، اداره المؤسسات الاعلاميه وما الى ذلك، يعني الكليات موجوده بمسمى الكليه لكن بيتخللها برامج، هذه البرامج كلها تخدم سوق العمل وتخصصات جديدة تواكب متطلباته. وده طبعا الهدف كل خريج، يعني كل طبعا دي تخصصات جديدة. عايز اقول لحضرتك ان ممكن يكون في طبيب شاطر جدا لكنه مش قادر على ادارة الصرح الطبي اللي هو عامله، فمن المنطلق ده بيبقى لازم يكون في حد مختص ودارس الجزئية دي. بالظبط كده، طبعا ده مهم جدا. والحقيقة يعني عدد الجامعات سواء الخاصة او الاهلية من عام 2014 حتى الان زاد بمعدل من 22 جامعة لحوالي 40 جامعة، فده طبعا إنجاز كبير جدا يعني يحسب للدولة المصرية، لأن ده بيعكس مدى تقدم مستوى التعليم العالي في مصر والجامعات، وبيعكس أيضا مدى الاهتمام بجودة التعليم والبحث العلمي والتطور المستمر في المجالين دول تحديدا يعني. طب حضرتك لو احنا بنتكلم على الجامعات ممكن تبقى في اماكن محافظات، ومثلا حد من محافظة القاهرة عايز يدخلها، نقول بقى تنسيق، نقول التخصص الخاص فيه، فلازم تبقى العملية يعني متكاملة، يكون في مبنى سكني او هوستل للطلبة والطالبات. هل ده فعلا تم انشاؤه عشان يعني نقول احنا كده بنوفر على الاهالي اللي كانت ممكن تبعت ابنائها في الخارج، لا احنا في الداخل ولكن في مكان يقدروا ان هو يبقوا تحت اشراف وزارة التعليم العالي وهم مقيمين فيه؟ هو طبعا بالأساس الهدف من إنشاء جامعات أهلية وأفرع عليها في كافة المحافظات، يعني كل جامعة حكومية يتبعها جامعة أهلية، ده السبب الأساسي عشان ما يبقاش فيه اضطراب، يعني عشان الطالب ما يضطرش إن هو ينتقل من محافظة إلى أخرى ويدرس في نفس المحافظة بتاعته. كمان التخصصات اللي بتبقى موجودة في هذه الجامعات أغلبها تخصصات بتخدم البيئه المحيطه بالمحافظه اللي هو فيها. أيوة. فده طبعا ميزه كبيره جدا، لان في محافظات كتير بيبقى في نوعيه يعني اعمال او نوعيه وظائف بتبقى تتطلب ان يكون الطالب مسلح في التخصص اللي المحافظه بتاعته او البيئه اللي هو عايش فيها بتتطلبه.
بس احيانا حضرتك بيبقى المجموع بيبقى يعني بتبقى شويه في بعض الحاجات اللي بتخلي الطالب يبقى مضطر حتى يقعد سنه واحده فيها وبعد كده ينقل المحافظه بتاعته. ده بالنسبه للكليات او الجامعات الحكوميه، لكن أيوة. الجامعات الاهليه التخصصات الوضع مختلف، فيها مختلف، وطبعا لان دي بمصروفات، فالطالب هو اللي بيحدد التخصص والكليه او الجامعه اللي هو عايز يدرس فيها. يعني فرضا هو من محافظه وعايز يدرس تخصص موجود في جامعه اهليه اخرى، بيتنقل ليها بمنتهى السهوله، قدام مجموعه او الحد الادنى بتاع الكليه جايب المجموع بتاعه متوفر فيه الشروط. وطبعا كل هذه الجامعات او اغلبها بيبقى فيها اماكن للاقامه بالنسبه للطلاب، وكمان بتبقى عنصر جذب للطلاب الوافدين، يعني مش على مستوى بس مصر بالظبط. لو احنا بنقول ان وافدين من الخارج بيبقى برضه يفضل ان هم يبقوا مقيمين في نفس المكان. بالظبط كده، وطبعا الطالب الوافد ده بيهمه الاقامه المريحه، بيهمه الاقامه الجيده، بيهمه ان هو يكون قريب من الجامعه اللي بيدرس فيها، من الخدمات اللي هو بيحتاجها. فطبعا كل هذه الامور يعني تم مراعاتها في انشاء هذه الجامعات الجديده، ونامل انها تبقى يعني نقطه او يعني ضوء في وسط يعني الكم الكبير من الجامعات المصريه اللي حقيقه يعني رفعت تصنيف الجامعات بتاعتنا بطريقه يعني يعني تنال الاحترام من الجميع سواء على مستوى مصر او على مستوى العالم. ان شاء الله هي بدايه مبشره، وان شاء الله يكون في جامعات اكتر واكتر، لان زي ما بقول دايما ملف التعليم ده من الملفات الهامه جدا واللي الدوله بتدي له اهتمام كبير. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتبه الصحفيه الاستاذه نيفين شحاته نائب رئيس تحرير الاهرام. ده كان تاني خبر معانا، لسه مستمرين مع حضراتكم بعد الفاصل. لسه مستمرين مع حضراتكم، والخبر اللي معانا خاص بوزارة التضامن الاجتماعي. وطبعا أكيد احنا مش عايزين نشوف في مصر أي طفل أو أي شخص بلا مأوى، عشان كده طبعا في مجهودات كبيرة من الوزارة. القباش تستعرض تقريرا عن جهود فريق التدخل السريع خلال عام 2022، التعامل مع 3857 بلاغا واستغاثة تنوعت بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوى، وتدخلت بمؤسسات الرعاية ودور استثنائي مع المشردين في مجابهة التغيرات المناخية من شدة البرودة والحر الشديد. عشان نتعرف أكتر على الخبر ده معي على الهاتف الأستاذ محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي. أستاذ محمد مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك، وفي الحقيقه مجهودات رائعه يعني مشكورين عليها، لان احنا لما بنشوف اي حد بلا مأوى او اي حد مشرد في الشارع مش لاقي حته ان هو يقعد فيها وملوش اهل، او ممكن يكون عنده مرض ما فمش عارف اهله فين، في الحقيقه بنبقى محتاجين مجهودات الوزاره. فحضرتك تكلمني عن عام 2022، واضح ان كانت المجهودات الحمد لله يعني رائعه. هو زي ما حضرتك قلت احنا تقريبا قربنا من 4000 بلاغ واستغاثة تمت في 22. طبعا كانت متنوعة ما بين دول اللي هو حالات مواطنين بلا مأوى سواء كانوا أطفال أو كبار. زاد طبعا احنا لينا دور تاني بيبقى في التدخل في دور الرعاية الاجتماعية في المشاكل بتاعتها. احنا تقريبا موجودين على مستوى الجمهورية كلها، احنا موجودين في 27 محافظة، كل الفرق مكونة من عاملين بالوزارة والمديرات التابعة ليها، وبنشتغل على مدار اليوم وتقريبا طول الأسبوع. الفريق حضرتك بتقول عاملين بالوعين؟ لا لا لا، ولا في جزء تطوعي برضو؟ احنا بنشتغل معانا بعض الجامعات الأهلية التابعة برضو لوزارة الضمان الاجتماعي، وهي بيبقى عندها متطوعين وبيتم التنسيق ما بيننا وما بينهم، وخاصة في الأوقات اللي بيبقى فيها الأجواء فيها أكتر برودة، أو لو في أي مشكلة احنا تعاملنا معاها واحتاجنا منهم متطوعين بينضموا لينا. أيوة. طب ايه الخطوات اللي حضراتكم بتتبعوها؟ يعني احنا في حضرتك صنفتهم ممكن من ناس بلا مأوى، ممكن مشردين، ايه اللي انتم الخطوات اللي بتتخذوها، وهل بتجدوا استجابه من الاشخاص دول ان هم يروحوا يقعدوا في اماكن او مخصصه تابعه للوزاره؟ هو طبعا يعني هو الموجودين في الشارع زيهم زي بقيه البشر، اي حد هيتعامل معاهم من اول مره هيبقوا طبعا قلقانين ان هم مثلا ينقلوا معاه او يروحوا في مكان، لان هو الانسان بطبعه بيخاف من المجهول. فاحنا طبعا احنا المكون الاساسي لفرقه التدخل السريع هم مجموعه من الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين، واحنا طبعا بندربهم على التعامل مع مثل هذه الحالات في الشارع بحيث ان هو يطمنه ويعرفه ان هو احنا عايزين نوديه في مكان امن، وبنحاول معاه مره والثانيه والثالثه،
وبنوري له صور بتبقى موجوده معانا الحالات قبل كده والاماكن اللي هو هيروح فيها، وطبعا بنطمنه ان طبعا ده مش مكان هيتم كبت حريته فيه، يعني لان في بعض الناس بتبقى فاكره ان هو كده يعني هيخش مكان شبه السجن مش هيعرف يطلع منه. ايوه. بيبقوا هم قلقانين، يعني احنا بنحاول ان احنا نقلل من كل المخاوف بتاعتهم ديت. انتوا بتوفروا له حياه كريمه، ولكن الحياه بالنسبه له عادي يقدر يخرج ويروح ويرجع، لكن بيبقى له مأوى مكان في الاخر يقدر يرجع ينام فيه مثلا. بالظبط، هي ده حاجه، ده الهدف الاكبر لينا. طبعا التدخلات مع الحالات دي طبعا بتبقى متنوعه كتير، طبعا احنا بعد ما بننقلها حاجه بنكون يا اما ممكن يبقى عنده مشكله صحيه، وطبعا ده بالنسبه مع منظومه الشكاوى الحكوميه الموحده تبع مجلس الوزراء، وبيتم ادخال احد مستشفيات وزاره الصحه سواء يتم اجراء كشف طبي عليه او لو هيتعمل بعض تدخلات مع عمليات او خلافه، وبعد كده بعد ما يتنفس الشفاء بننقله لاحد دور الرعايه الاجتماعيه، او لو هو كان سليم بننقله على طول لاحد الدور الرعايه وبيتلقى بقى اوجه الرعايه الاجتماعيه من انشطه بقى نفسيه واجتماعيه، وبعد فتره طبعا بيتم التواصل بقى، بنعرف لو كان ليه اهليته بنتواصل معهم طبعا الدور، يعني على الاقل ان هم يزوروه ويعرفوا مكانه، لان في بعض الحالات بيكونوا تايهين من ذويهم. أيوه. او تكون في مشاكل ما بينهم، يعني دي حصلت في حالات احنا تعاملنا معاها كان بيبقى في مشاكل اسريه، والحمد لله احنا عندنا دور برضو جيده في من خلال الاستاف الموجود فيها من الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين بيتم حل المشاكل ديت، او يعني اضعف الايمان ان هم يبقوا عارفين هو فين ويجوا له. ايوه. سواء اي سن بقى حضرتك، سواء اطفال كده ولا في اعمار معينه؟ لا لا، كله، لان هو الهدف الاكبر انه يتم دمجه تاني المجتمع الطبيعي، يعني المجتمع بتاعه اسرته اهله. ايوه. اللي بيفضل بقى موجود في المؤسسه بيبقى بالذات في الكبار حق، يعني هو طبعا بيتعامل معاه الانشطه لو هو يقدر يعمل، ويقدروا طبعا من خلال المؤسسه ان هم وفروا له مكان او من خلال الوزاره وفروا فرصه عمل يبدا يتخرج. طب حضرتك لو في مثلا اطفال وما لهمش شهادات ميلاد ومتسربين من التعليم، بتقدروا توفروا لهم او تضعوهم بقى على الطريق الصحيح؟ يا فندم طبعا احنا عندنا طبعا اصلا اكثر من 40 مؤسسه على مستوى الجمهوريه للتعامل مع مثل حالات الاطفال ديت اللي هي موجوده في الشارع، وان هو ان احنا طبعا بيتلقى كل الخدمات اللي هي الطفل طبعا بيتعمل له اوراق الثبوتيه بتاعته، بيبدا يخش في التعليم اللي هو بنعمل له يتعلم، وكمان بتبقى في بعض هذه المؤسسات ان هو بيكسبه برضه حرفه من الحرف برضه بجانب تعليمه. أيوه. يعني هو بيبقى عايش حياه طبيعيه جدا زي ما مع اسرته، بالاضافه. أيوه. طبعا ان احنا بنتواصل مع الاسره عشان برضه يتم سواء دمجه او ان هم يزوروه، عشان برضه ما نبقاش فاقد الصله ما بينه وبين اسرته، لان ده برضه مختلف. أكيد. عن الكبير. ايوه طبعا، مجهودات حضراتكم واضحه، وان شاء الله يا رب مزيد من التوفيق، وتكون عام 2023 كمان ما نشوفش اي حد بلا مأوى، وكلهم يتم يعني نقول كده وضعهم في شكل اسري في الحياه الكريمه اللي فعلا تليق باي مصري. بشكر حضرتك شكرا جزيلا للاستاذ محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزاره التضامن الاجتماعي. دي كانت اخبارنا النهارده. فاصل سريع هيكون مع حضراتكم بعدها زميلي العزيز خالد سعد، وهيكون في ضيافته الاستاذ سامي متري رئيس جمعيه محبي التراث القبطي، وحوار عن استقبال عام ميلادي جديد والربط بين التراث والفن القبطي والاسلامي وفلسفه الاحتفال بالاعياد عند المصريين. ويا رب دايما كل ايامنا تكون احتفالات.